طبيعة أي لاعب راس يبني بيت وبعدين يحوله لقلعة كبيرة، لكن أنا النهاردة هعمل فكرة مجنونة إن أعيش في مربع واحد بس وايب كامل في السيرفر. سلام عليكم شباب، في اليوم التاني على التوالي في السيرفر ده. أهم حاجة إن إحنا الحمد لله ما تريدناش النهاردة. إيه ده؟ لوتنا زي ما هو تمام. نبدأ نشوف الماء في إيه. إيه دي؟ أوه اكسبلوزي فامي 3000 سيرفر، حلو. ووتر تريتمنت فيها لوك، حلو. هنحتاج نروح اللوك ده نشوفه. طب ايه تاني؟ في اي حاجه؟ في اي تغيرات؟ لا الدنيا كده تمام. طب ايه رايكم؟ طب ما انا مروح البندت كام اشتري الكارت الازرق واروح الوتر تريتمنت واخد اللوك وافتحها من هنا. تمام حلو. ناخد بقى العده بتاعتنا، ناخد خلينا في الامب 5. يلا بينا. اهم حاجه ان احنا البيت زي ما هو الحمد لله ما تريدناش كده. في دروب اهو. طب ما يلا نروح الدروب ده الاول، يلا على السريع كده كده. احنا هنروح على اللوك نشوف الدروب ده فيه ايه. راح فين الدروب؟ انا شفته نازل هنا. هناك. ايوه. اتمنى ما كنتش مشترك في القناه تشترك، واذا كنت مشترك ما تنساش تفعل اللايك الجميل بتاعك اللي بعيد عننا ومالناش دعوه ببعض. يا ترى يطلع فيه لودت ولا ايه؟ يلا شباب اشتركوا، ما تنساش الاشتراك. اوه حلو، دي حلوه قوي دي. المهمة ديت ممكن نتعلموها ونعمل صفرات، بس هتحتاج تسريب، بس حلوة نتعلموها لأن أنا ما اتعلمتهاش في الأول. وساتشي أوه كاستوم كمان، لا حلو. نفضي اللود ده ونرجع بقى ونروح عند اللوك ده. الحمد لله وصلنا بأمان والأسلحة معانا. فضي في الأول كده على طول. ساتشي هذا الكلوس خليه ودي والهاي كواليتي، خلي الكاستوم روح. يلا معانا ولين بفايف أجفي. ناخد نفسنا بقى ونطلع على البندنج كام نشتري الكارت الازرق ونطلع على اللوك ونعمل الووتر تريتمنت في السريع كده على طول. واخيرا وصلنا السيف زون. يلا بسرعه ناخد الكارت الازرق ونطلع على اللوك على طول قبل ما يختفي. بس نحتاج الاول نفرم في الشارع عشان يطلع لنا اللي هو الفيوز، محتاجين فيوز برضه. اوه حلو ازمت. اخيرا لقينا الفيوز، يلا مية مية كده مش عايزين بقى اي حاجة تاني. ناخد نفسنا ونطلع البند الكامب مباشرة على طول. واخيرا وصلنا السيف زون، ندخل بقى نشتري من هنا ملود بوست كارت الازرق ونطلع على طول. فين الكارت الازرق؟ ايوا هزين واحد. ناخد الكارت الازرق ونطلع على طول بقى اللوك ده، نفتح اللوك بقى وبعدين نعمل الكارت الازرق ده على طول. 8 دقايق تمام. حلو خوزة لازم نكون بسرعة، نحط الفيوز ونروح نعملها على طول. يلا بسرعة على المكان. يلا وادي بتاع متفعلة كارت الازرق. ندخل في ايه اللي بت مش حلو. اوه ساتشي حلو، ساتشي المية مية. ده لوت مش عايزينه، ملوش لازمة، لوت زبالة. ايه ده؟ هي المنطقة بقى لوتها مش حلوة كده ليه؟ بايه في جوه؟ لا مفيش اي. هاخد الكارت الاحمر عشان لو احتاجنا نروح اسمها ايه اللي هي اوير ريج. ف ونطلع نمشي خالص. حلو طلعنا بساتشي لاي. حلو شوف بقى اللوك هيطلع لنا في ايه، يا ريت يطلع حاجه حلوه، يطلع لنا سلاح كده ولا حاجه. يلا فاضل 10 ثواني، اتمنى ان ما كنتش مشترك تشترك. يلا يا ترى هيطلع لنا لوت ايه؟ اتمنى كده يكون سلاح ولا حاجه. اوه الا ممتاز. ايه ده؟ بتاع اللي بيضرب الطيارات طبعا. في اي طياره؟ لا مفيش اي طياره. يلا بينا البيت على طول، نرجع البيت ونشوف اي حد كده. انا عايز اريد، قعدان فاضي كده مش حلو. شوف اي حد نريدوه على طول. ايه ده؟ هو انت لسه ما وجعتش ديك ايه؟ اه ده ليه؟ الستون اللي انا سيبته فيه لسه زي ما هو. طيب خليك زي ما انت بقى طالما احنا هنا. ناخد الدوم دي معانا لان ما طلعلناش لوت يعني. حلو ارمي دي، خلي واحده. لازم بقى نبقى نجيب اللوك ده ونطبله من هنا واحنا نازلين بقى نجيبه معانا. ريفو مش عايزينه معانا يعني. هذا السكراب يا ترى هيطلع لنا ايه؟ صناديق خضراء. ايه ايه مش حلو، ايه مش حلو ده. وكله لوت زباله النهارده ولا ايه؟ انا شكلي مش محظوظ النهارده. اوه سيمي ايوه كده، افتكرت نفسي مش محظوظ. طلع السيمي على طول.
يلا بينا على البيت كده، معانا جايبين النهارده سلاحين بس مية مية، وامبارح كان ايكيه يعني كده لوت عظمة. نطب بقى عليه على طول. ايوه كده حلو، هناخد القفاز ده، ناخد بقى اللوت ده ونرجع البيت بقى على طول. ايه ده، بيت خشبي ده فاني حتة ده هنا. تمام خلاص، ناخدك واحنا راضيين. راح اعمل لك، هيحتاج قد ايه ده؟ استنى نبص عليه كده بصة. ياه، ممكن نضرب 4 مولوتوف هنا كده كده احنا متعلمينها، وندخل على البيت 4 مولوتوف ونجيك. المهم بس نحفظ مكانه عند الام 17، في فرن هناك اهو، واللي هو البتاع بتاعت اسمها ايه، بتاعت الفيول ده فاني حتة ده جنب الاوت بوست. تمام لازم نريده بقى لانه قريب مننا، يعني مسافة صغيرة، ممكن يروح على هناك لو عرف مكاننا هيريدنا في ثواني، لان احنا بنلعب 1 باي 1 فلازم نريح دماغنا. تمام ايه ده، شكله لسه مستجد مفرم، دول لقاهم في البوكسات وتنططهم. يحتاج 4، نعمل بابين 4 يعني 8، وبعدين نشوف هيطلع لنا ايه. نعمل له 8 ساتشل على طول كده، نيجي نريده، ناخد البتاعة دي نحطها جنب اختها هنا. يلا يبقى معانا 2 قالت شاي اشتغلوا بيهم، نطلع جمباضة جافي. استنى بقى، انا معايا هاي كواليتي، انا شفت انا عملت ايه، معايا شوية حلوين، ناخد الهاي كواليتي بقى، نقفل بقى البيت كله هاي كواليتي. عايزين بتاع هامر فين؟ عند الهامر. يلا نقفل بقى البيت كله هاي كواليتي كده، مستحيل الريد كده، الريد بقى اصبح شيء مستحيل، بقى البيت كله هاي كواليتي. فضي اللوت، انا معانا كام سلاح؟ احنا معانا سلاح ياما. طب استنى، لسه اللي بيبيع اكسبلوزيف لسه شغال، طب ما اطلع افرم شويه انا معايا قد ايه؟ استنى سيلفر، معايا 4000 سيلفر، هاخد 3000 واروح اشتريهم، اشتري الاكسبلوزيف واجهز اسمه ايه 8 ساتشل، واروح اريد البيت اللي هناك ده على طول كده. بقى معانا 4 ساتشل اهو، 100 100، يعني احنا عايزين كمان 4. ناخد بس الاكسبلوزي إيه اسمه ايه، جون باج، ايه سيلفا، لا عايزين 3000 بس، ونروح نشتري الاكسبلوزيف. واحنا ماشيين نفرم شوية سيلفر بالمرة، نيجي نسهرهم عندنا. ايه وانا ما اقعد بيكم ولا ايه؟ كل شوية، المرة اللي فاتت يطلع لي ديب، والمرة دي يطلع لي بتاع. ايه يا جماعة تسيبوني في حالي، مش عارف انا ايه الحيوانات معايا في السيرفر ده، عاملة كلها مشاكل معايا. ندخل بقى فين اكسبلوزيف، ايوه لينا طلقة، طلقة واحدة نتعلموها، وبعدين هنحتاج نعمل تار 3. تمام سهل، واحد اكسبلوزيف. يلا على البيت، نرجع البيت نعمل 4 مولوتوف، وروح رأيت البيت الخشبي ده على طول، خليه هو في الاول كده، وبعدين نبقى نروح البيت التاني ده نجهز له ونروح. بس نفرم واحنا رادين كده الطريق، نجمع لنا شوية سلفر. نرجع بقى على البيت، الانفنتوري بدول خلاص ارحمه، بقت كلها سيلفر وحديد. يلا شوية كومبوننت كده كده نرموه، مش في البيت مش عايزينه. ايه ده، ارمي دي مش عايزينه، جايلك بس اصبر بس عليا، اصبر عليا هجيلك، دورك جاي. الحمد لله وصلنا البيت بأمان، سيلفر وصل البيت، وسع السيلفر يا ابني، افتح يا ابني البيبان دي، سيلفر وصل، قضي سيلفر، قضي فين؟ تم فضل في الفران على طول، وسع، شغل الفران دي، يلا كلها سيلفر، عايزة سيلفر كلها بس، هات خشب، هات خشب ياما، هات السيلفر، سيلفر سيلفر كله سيلفر. شغل فحم 100 100 فحم، زي ما انتوا عارفين يا شباب، لو دخلت بيت ملاقيته مليان فحم وشوية سيلفر صغيرين افرح، لان الفحم بيبقى صعب ان انت تجيبه، لازم الفران تفضل شغال على طول. على لسه 5000 سيلفر يا دوتين، 100 100، زي ما انتوا شايفين يا شباب عملنا 5 مولوتوف اهو. نطلع بقى على البيت الخشبي، نسيب الفران شغالة زي ما هي، على ما تكون خلصت السيلفر اللي فيها ده، اكون انا ريدت البيت الخشبي ده وشفت اللي فيه. والله ما سيبك لحالك، سيبك مي. طب ايه، ندخل من هنا ولا بيبان؟ فك يلا بيبان وهي وحظها، واحد وادي التانية، خلي بالنا بس عشان ما يجيناش كاونتر ري، عشان احنا مش ناقصين. وقف على 6، انت بتهزر، تعالى حاجة تكمل معايا. ايه طب اهو، لا مش هتنفع، ده كده احسن. اوف ايه ده،
حاطط البتاع الشعلة. كانت هتموتنا. الحمد لله ان احنا مهيلين. ها يوه، طب اهدف لها واحدة جوه. خلاص خدي يلا. اوه شكل حد بيموت. ده واحدة كمان، الباب اللي جوه خشب اهو. يلا شكلها البتاع خبطتنا نحو الولي. جوه راح. يلا ده دوتي، ده شلت البيت فونديشن خالص. ده انا شلت البيت من على الارض. بس 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 في ايه؟ ايه ده؟ حلو البتاع ده هنحتاجوه. في ايه عندك هنا؟ لوت. ايه لوت بداية. هنحتاج واحدة كمان للتسييم. نضطر نروح ونرجع تاني. خلصت 5 من الطوف على ولا حاجة. ايه يا بوي، طب التسي تستاهل ولا ما تستاهلش بقى دلوقتي؟ طب هنا الفاونديشن، والله هي وحظها. راجب لها واحدة مولوتوف كمان وهي وحظها، بقى تستاهل او ما تستاهلش. المهم مش هسيبك وخلاص على كده حريدة، مع ان اللوت بداية بس برضه مش هسيبك. هات الواحدة المولوتوف اللي انا سبتها دي. يلا والله ما هسيبك النهاردة يا انا يا انت. هات المولوتوف اهي. انا اخدت الموضوع شخصان بك. ايه شخصان؟ هريدك يعني هريدك للاخ. لسه يا دي التسي راح. وريني فيها ايه بقى. للاسف بس مش مشكلة برضو ريدته. ده انا مش ريدته، ده انا شلت البيت خالص. يلا بس انا اخدت الموضوع شخصان. ازاي عادي وما ريدش واحد اسيبه وارجع؟ مينفعش، لازم يا اجي المكان يبقى هيخلص للاخر. جاهز بقى وروح للواد اللي هناك ده، يا ريت يطلع لنا في لوت لان انا خسرت يا عم. يلا نرجع بقى نشوف لوتنا ايه. الفرن خلصت ولا لسه؟ وريني كده. اوه حلو، الفرن دي خلصت ودي خلصت. نقفل بس احسن حد يقتلنا. تمام كده كام؟ واحد كده 6000 سيلفر. 100 100. نجهز بقى الاسبوع، حط السيلفر الجديد عشان يجهز. نطلع بقى نعمل شوت ساتشي ونجهز للريد. الالتين شغالين هم بيعملوا جنب بعض. خلي بالنا بقى عشان حد يجي يقتلنا ويجي ياخد اللوت كله على الجاهز. ندخل بقى ونعمل شوية، تشوفوا هما كام كده. كده 2000 يعني 3700 جنب بعض. اما جاهز بقى بالساتشي، انا عايز 4 كمان. ونروح نشوف البيت ده هيطلع لنا فيه ايه. خلي البوكس ده كده فوق، نحتاجه نحطه في اي حاجة كده كده ليه منفعة. زي ما انتم شايفين يا شباب عملنا 15 ساتشي وواحدة مولوتوف وشوية ابر. خلي ناخد 10 ونروح نشوف هيطلع لنا ايه. طير اول بابين دول اللي هو بيبقى باب زي ده كده في الزاوية، شيل الاتنين ونشوف هيطلع لنا ايه. طلعلنا لوت حلو هنكمل، ما طلعلناش لوت حلو يبقى خسارة اللوت ونرجع زي ما احنا. نبدأ بقى بأربع ساتشل كده على طول. ده كود لوك، ده معنى كده ان في تيم. طب يلا بقى خلي بالك، هذا أول 4. يلا خلي بالنا بس عشان محدش يجي يعمل كاونتر ريد علينا. هو السيرفر مفيهوش عدد كتير دلوقتي، بس ممكن برضو حد يجي. اوف اوف، بس بنرجع بسرعة. والله مش عارف امتى هعمل فيديو جريدات وما اموتش فيه. لازم مش عارف انا مالي وما ايه ده. ده في 2 نايمين فول جير 100 100. طب معايا ايه؟ معايا ايه؟ اوه الا 100 100. الله ينور عليك. وانت سيمي حلو قوي. ده ايه ده؟ انا في ايه هنا؟ مفيش هنا حاجة. اوف البس الفول جير، البس الفول جير بسرعة. البس لا اطلع فلار. ايه الفران دي؟ اوف ايه ده كله؟ ايه تاني؟ ارمي 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 ده، ارمي بسرعة قبل ما حد يجي علينا كاونتر. ناخد اللوت ونرجع جري على البيت. فض اللوت ده ونرجع ناخد بقية اللوت. ده لسه بره، ما بالك بقى لما ندخل جوه هنعمل ايه؟ الحمد لله وصلنا باللوت.
زي ما هو. اقفل بسرعة، فضي في التسي، فضي فضي اللوت كله. هات ناخد كام؟ ناخد، هو كان نص، كان فاضل باقي، يبقى ناخد 5 ساتشيل مش مشكلة. معانا واحدة مولوتوف، فضل ايه اللي بتاع ده، خلي الحاجة دي، مش عايزين اي حاجة تاني. نقفل ونرجع على السريع بسرعة، نلحق نخلص الريد قبل ما حد يروح يخلص بدن. اهم حاجة ان احنا ما قتلناش الاتنين في الارض دول، احسن يتبعت لهم نوتيفيكيشن على التليفون. يلا بسرعة، ليكم نايمين زي ما انتم. مفيش اي حاجة هنا عايزينها. هات شوية الفيول ده، قفل بناء بين الساتشي. يلا نكمل، 1 2 3، خلينا بعد احسن نموت تاني. اوه ماتوا الاتنين، ماتوا في ضربة واحدة. ايش لسه الساتشي شغالة. يلا بسرعة، ده انت ساتشي الرخمة. وادي التاني، اوف مفيش فايدة، عايزني اموت وخلاص. محبش انا الساتشل عشان كده طرشك في اي وقت. يلا الباب راح، في ايه كلها متقفله؟ ايه يلا كله متقفل، مقفلين البيت تكفيل ايه، كل حاجه فيه متقفله خالص. بسرعه التيسي راح، تمام. عايز اشوف التيسي الاول، البوكس ده تمام. عايزين التيسي، فين التيسي؟ اوف التيسي يا دوتي. اوه نقفل الاول بس كده عشان محدش يجي يعمل علينا كونتر على حاجة. البيت ديد بتاعتهم راحت بسرعة. 6000 كام ايه ده كله السيرفر؟ ادي 7000 سيرفر بس. قفل بس كده الاول وبعدين نبص على اللود براحتنا. ايوه كده كده بس خلاص كده ضمننا البيت. فحم 6000 فحم. بص انا فرحان بالفحم ده، هو احسن من السيرفر اللي انا جبته. اوف ايه ده، سيفورة 3 ساتشي، يخرب بيت لوتكم يالا. ايه ده يالا؟ طب البوكس ده فيه ايه؟ اوه اه الكبونة. اوف ايكي ايه ده، ايه ده فيه تاني؟ تومسون، يخرب بيت اللوت، ايه ده كله يالا؟ حط بوكس هنا بسرعة يا دوت على اللوت. شايفين اللوت يا شباب؟ شايفين؟ 128 طلق وتومسون سيمي. شفتوا كمية البكمبونة؟ ده 100 100 جدا. فضي بس كده اللوت هنا، يخرب بيت الحظ اللي انا فيه. ايه ده كله يالا؟ فضي 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 فضي. شايفين كمية الكمبونة اللي قد ايه؟ ده العيال مفرمين الحتة كلها، الحتة كلها شكلها مفرمة. شايفين البوكس؟ شايفين البوكس ايه ده؟ ايه ده؟ ايه البوكس ده كله؟ ناخد بس حاجات التي سي أول مرة فيها وبعدين نطلع عليها. فضي التي سي ونرجع. بقى معايا 2 AK. يلا خلي بالك. مفيش مفيش حد. يلا جري على البيت. يرويت على السيلفر والأسلحة، ايه ده كله؟ بس يا ابني انت، وهو الاسلحه وصلت، هو افتح. يلا ادخل قفل، فضي اللوت، يخرب بيت اللوت، ايه ده كله ايه؟ يلا نروح نكمل نجيب اللوت اللي هناك ده كده مره واحده بس. ادخل بسرعه، ادخل، خليكم نايمين زي ما انتم. حاجه هنا؟ لا مش محتاجين اي حاجه هنا. وبعدين هنا المقطع شباب جنب اللوت الاسطوري ده، بصوا شايفين؟ شايفين؟ بص هنا، شوف البوكس ده، طب البوكس ده، طب البوكس ده، طب التي سي. هنا المقطع اتمنى اذا عايز ابقى المقطع ما تنساش تحط لايك واشتراك في القناه، لان الفيديو الجاي هنشيل بقى الطاير 2 دي ونجيب طاير 3 ونطلع بقى بالسيفرات والريكوتات. بص مش هتسيب حد. يلا اشوفكم في فيديو جديد، سلام.